كورة يتابع ردود أفعال جماهير الجوية بعد الفوز على الميناء. ما يقدروني الميناء اليوم حجلون لعبهم ما طلع، بس تدري شنو؟ جزاء ما دقه، جزاء ما دقه، صح ظلام بس الله ما يظلم، الحكم ظلم الله ما يظلم. ألف ألف مبروك لكادر ترى. نقع على راسك حال ميناي. وهاي جزاء ما دقنا لولي الثانية، إذا ما يدق هاي ناخذ فصل نص الملعب، وما أعرف وين الجوية والجمهور. حبيبي كابتن السلام عليكم، ألف مبارك الأرقى جمهور بالعراق، ألف مبارك الأرقى جمهور بالعراق نادي القوة الجوية. بس وين الكاميرا؟ وين هاي الكاميرا كابتن؟ وين الكاميرا؟ أي ملعب بظالم أي نادي خارجي يلعب ويانا احنا نقابله، احنا الصقوق ترى ما ننسي. رغم ان الفوز لكن الأداء غير مقنع، والله العظيم أداء القوة الجوية غير مقنع. أول شيء مبروك للجمهور مو للفريق، الفريق مو زين. وأكو رسالة لك الرئيس نادي القوة الجوية، خليه يجي يشوف النادي، يباوع هاي اللاعب 400 مليون وب 300 مليون، يستحق هذا اللاعب اليوم يسلم هذا المبلغ؟ هو شيء أداء كلش يعني بدون مستوى، جاي نلعب بدون روح. فريق الجوية مع الأسف كنا ب 2020 2021 2022 إدارة تشتغل صحيح. اليوم ما بستاني، اليوم بوشيع نزل حرك اللعب، بوشيع نزل على عباس حركوا اللعب. هذه خيارات المدرب، خيارات احنا لعب ترده بنفوز بهن، نطالب بقالة مدرب على هذا اللعب.